مشاهدينا وين ما كنتوا، بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في، وبدي جدد طبعا معايدتي لكل اللبنانيين عموما، للمسلمين خصوصا. وبيسرني كثير اليوم اني استضيف عضو الهيئه التنفيذيه في جمعيه اجيالنا، وحد هي متطوعه من عده سنوات. بدي اعرف على جمعيه اجيالنا اللي هي جمعيه خيريه اجتماعيه صحيه تربويه ثقافيه تدريبيه وانتاجيه. تأسست سنة 1995 ببيروت بموجب علم وخبر 41 على ألف دال ذات منفعة عامة لا تتوخى الربح. من انطلاقتها للجمعية عم تحقق أهدافها من خلال خدمة المجتمع اللبناني، ولا أكيد مع الست أمل داهر مرعبي رح نتعرف أكثر على هالجمعية هيدي، خصوصاً بالسنوات العشرين الماضية قدي أجيالنا اليوم صارت بتضم حوالي أكثر من 109 سيدات متطوعات بيشتغلوا بكل الحقول، عندهم كل المؤهلات، وبالتالي مستمرين بخدمة مجتمعنا وخصوصاً عائلتنا. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك ربك. كيف كان هالعيد؟ نحن دايماً العيد له كتير رهجة، الحمد لله كان كتير حلو، ونحن دايماً متقصد نعمل له بهجة ورهجة للعيد، إن من خلال توزيع التياب للولاد وللعيال، أو من خلال نعمل لهم مهرجانات، أو من خلال يعني بنجرب قد ما فينا نعطيه هيك تزرعوا الفرح. ضروري ضروري الفرح. نعم. ضروري، خصوصا إنه أنتم عم تتعاونوا مع عائلات أكثر ما عم تتعاونوا مع أطفال لحال أو مع شباب لحال، يعني خبرينا شوي مين بتستقبل أجيالنا؟ أجيالنا مثل ما ذكرت حضرتك عندها عدة أقسام. نعم. منا متخصصة بدومين معين. نعم. بقسم معين. فنحن أول شيء عندنا الديبارتمنت، إذا بدك الأهم شيء المشروع اللي بلشت فيه أصلاً الجمعية هو الصحة المدرسية. نعم. وهيدا البرنامج هو عبارة عن منزور كل المدارس الرسمية بكل أنحاء لبنان، بنعمل لهم فحص طبي، يعني عنا تقريبا أكثر من 11 ألف تلميذ بنعمل لهم الفحص الطبي سنويا أول السنة، ومن هونيك منشوف شو لازم لهم، إذا طعومتهم ناقصة بنعمل لهم إياها، إذا لقينا في أي ولد عنده مشكلة صحية معينة دغري بنحوله لأطباء مختصين، يعني من هيدا المشروع اللي هو إذا بدك البيبي تبعنا اللي هو بلشت فيه الجمعية من وقت ما بلشت لليوم. عم بتلاحظوا في إهمال أكتر أو في وعي أكتر عند الأهل، أو ناس عم بتأجل طبابة أولادها لحالتها المعيشية؟ للأسف العالم قد ما الأيام عم بتكون صعبة، عم نشوف كتير أوقات في شوي مثل شو بيقولوا مثل إهمال من عند الأهل، يمكن لدواعي مادية أو يمكن لقلة معرفة بأهمية الصحة لأولادهم، بأهمية الطعومة، بأهمية المتابعة. هل هي طب سنين أو طب عام؟ لأنه لا. كمان السنين دايما مهمل، ما بعرف ليه. نحن كتير بنعطي أهمية، نحن الفحص هيدا فحص عام. طيب، بس نحن عنا قسم خاص نعمل دنتل سيلينج للأولاد، بنهتم نكشف لهم على أسنانهم إذا في تسويس بنظبط لهم إياه، وهذا ونعمل لهم الدنتل سيلينج هيك لحتى نتفادى يصير عندهم مشاكل بالمستقبل. فالفحص بيكون شامل وعام، وكثير بنعطي اهميه للسنين. مجانا؟ كله مجانا، كله مجانا. يعني انا هون معلش لو بهذا، يمكن نحن هون بنقوم بدور يمكن لازم الدوله تقوم فيه صراحه. تقوم فيه صح، لانه خصوصا بالمدارس الرسميه بعرف بالمدارس الخاصه الاداره بتتعاقد مع اطباء، وبيكون صحيح. عندها مكان يعني مش مستوصف بالمدرسة، بس عندها فيرست ايد يعني مزبوط. إذا بدنا نقول صار شيء مع الولد، وفي عنده أكيد كمان التأمين في حالة سمح الله قلب ولا شيء. بين المدارس الرسمية في جمعيات أصدقاء المدرسة الرسمية اللي عم بيقوموا هالدور، في جمعية مثل جمعيتكم بالوقت أنه الدولة مفروض أنه هي كمان تكون راعية هذا الموضوع بشكل تلقائي، للأسف. لأنه فرضته على المدارس الخاصة الكاثوليكية أو غير كاثوليكية، ولكن على المدارس الرسمية هي الأولى. صحيح 100%. عدا عن هيك عنا المستوصف تبعنا. نعم. مستوصفنا بيستقبل تقريبا سنويا أكثر من 21 ألف مريض. عنا معاينات، عنا كمان مكانات للترقق العظم، عنا مكنة كتير متطورة قدمنا لها إحدى البنوك للقلب.
وهي ما في منها كتير بلبنان. عندنا يعني عندنا كذا مجال، عندنا فيزيوثيرابي للأشخاص اللي بيعملوا عمليات بيرجع بيلزم لهم يجوا يعملوا فيزيوثيرابي، كمان عندنا اياها بالمستوصف، عدا عن الصيدلية اللي عندنا اياها اللي بتوزع الدواء مجانا اكيد، وكمان عندنا اعداد هائلة اللي بتتوزع من الأدوية بتتوزع سنويا للمرضى، لانه الاطفال او الاولاد بالمدارس يمكن كل صار كل ولد عنده سجل معروف أكيد. كيف عم بتتبعوه اكيد بالتنسيق أكيد. مع ادارات المدارس طبعا طبعا، بس المستوصف مش بس للاولاد، المستوصف نعم. للعائلات كله، للعائلات للمسنين للعائلات يعني بكافه افراد العائله يعني، وعندنا كفاله نحن يتيم وكفاله مسن نعم. وقتها بنقول كفاله مسن مش بس بنأمن له اذا بدك الاساسيات البيسكس، بنعطيك من خليه الروتين الطبي تبعه كل سنه، الفحوصات الطبيه الروتينيه اللي لازم يعملها، يعني من اذا بدك بنعمل له كفر لكل السنه لكل شيء صحيا ولا ماديا ولا يعني حسب شو عايز، يعني بتتابعوا العائله بكل تفاصيلها خصوصا اذا كان عندها مشاكل معينه ان كانت معيشيه ولا طبيه ولا صحيه 100%. بينما مدارس هالجولات اللي عم بتصير إذا حدا عندهم حالات طارئة ولا حالات ما كانوا عارفين فيها عم تتكفلوا فيها 100%، ومن حيلة للاختصاصيين المعنيين، لأنه يعني متعاقدين مع كثير من الناس يلي هن متطوعين معكم أو لا، مش الكل صراحة متطوعين، عنا دكاترة متطوعين من الجامعة الأمريكية ومن غير مستشفيات، هن بيساعدونا بهالمهام إن بالمستوصف ولا بالصحة المدرسية، بيروحوا معنا وبيتابعوا وهذا، وأغلبيتهم بيكونوا متطوعين يعني 109 سيدات متطوعة اليوم نعم. زدتوا مثل ما عرفت نحن كنا، هي بلشت الجمعية بلشت صراحة يمكن 10 يعني بلشت كتير صغيرة، وخلال 25 سنة وصلنا لأكثر من 100 ست متطوعة. بتعرفي يمكن حس المرأة حست إنه دورها بهالمجتمع عم بيزيد، ومن هون في إقبال كتير على عمل الخير نعم. يعني اليوم الست عم بتفضل تجي تعطي وقتها لحتى تشوف وين فيها تساعد، بأي مجال فيها تساعد، على إنه تروح يمكن تقضي وقت عم تتسلى او عم تصبحيه او هيك، يعني في ستات عن جد هيك عندهم صار وعي انه لا المجتمع بحاجه إلنا وبحاجه يساعدنا. هلا بعد الفاصل بنعطي تفاصيل اكثر عن اجيالنا. اكيد شكرا. نتابع الحل عنا مع عضو الهيئة التنفيذية في جمعية أجيالنا أمل ظاهر مرعبي. تعرفنا معك ست أمل على هالمتطوعات بهالأقسام يلي عم تعتنوا فيها بالطلاب، خصوصا القضايا الصحية وبالمدارس الرسمية، إضافة لمستوصفات قلتيلي ومراكز بكل لبنان تقريبا أو حاصينها ببيروت. لا نحن عنا مركزنا الأساسي على ثلاث خياط ببيروت، بس عنا كمان مركز بطرابلس، وهون بحب هيك أذكر أنه نحن كتير فجعنا باللي صار بطرابلس صراحة نعم. وكتير تأثرنا لأنه بنكون عم نركض لنعطي بهجة للعيد وللعالم ولليك، بيطلع لك حدا بيخلق لك هيك فعلا كتير كتير يعني أثرت فينا وزعلت لنا، لأنه هذا الشيء يعني كتير مؤسف يصير وكتير محزن يعني خصوصي على عشية العيد، فللأسف ما قدرنا نستقبل بطرابلس العيد مثل ما لازم نستقبله. لأنه كنتم حاضرين نشاطات للعيد لرمضان؟ هلا نحن دائما برمضان كنا نشاطاتنا ماشية وكل شيء، بس أكيد دائما العيد له رهجته له بهجته، تتوج بالعيد للأسف يعني ما كان مثل ما العالم بتحب يكون. ولكن بعتقد طرابلس اقوى من الموت أكيد. يعني هذا عم بقوله وثقافه الحياه بدنا نحن نزرعها بالرغم من كل يلي ما بدهم، وخصوصا مع القوى الامنيه اللي هن ملجانا الوحيد، هن حمايتنا طبعاً. يعني نحن بنعزي مجددا هالاهالي والمؤسسات تبعهم. حكينا بعد بالنسبه للنشاطات عندكم، تمكين المراه، عندكم الاطفال،
يلي عندهم اصابات بال يعني مرض السرطان خصوصا. نعم عندنا ديبارتمنت اللي هو اسمه لايف باتل، هيدا قسم العنايه بالاولاد المصابين بمرض السرطان. منقوم اكيد بتغطيه علاجاتهم بالفحوصات اللي لازم يعملوها بالصور بالهيدا، وعادة عن هيك منقوم ما بعد العمليه منتابعهم، يعني منتاكد انه بالمدرسه اللي عم بيروحوا عليها او هيك منتابعهم من خلالهم الجو المناسب، يعني مش بس مرحله المرض ما بعد هيدا. نعم. فنحن هيدا كثير مهم عندنا الديبارتمنت، غير انه عندنا القسم اللي بيهتم بالعمليات بشكل عام لغير الأطفال أكيد. نعم. كمان بنقوم بتغطية عملياتهم، بس طبعا كل حالة مندرسها، يعني كل حالة عنا زيارة عنا منجيب التقارير اللازمة من الحكيم من المستشفى، كله بيندرس وعلى أساسه بينعطى موافقة يعني وبيتساعد. في أولويات ناس اللي ما عندها حدا يمكن أكيد. أو الناس اللي أكيد أكيد، يعني دايما ندرس وضع الاجتماعي تبع كل شخص، ان كان بالديبارتمنت الاجتماعي تبعنا او بكل الديبارتمنت. عندنا لجنه بتروح بتزور العائله او بتزور المريض وبتشوف حالته الاجتماعيه، بتشوف شو ومن هونيك بتطلع المساعده. وكيف يتم التواصل؟ يعني هن بيتصلوا فيكم او انتم عندكم طرقكم؟ لا، بيجوا لعنا، بيجوا لعنا بيقدموا طلب ونحن من هونيك بنعمل الخطوات الثانيه. اللي بعرف انه عندكم خط ساخن رح نحطه على الهواء، وعندكم ويب سايت الواحد يتابع كمان نشاطاتكم. نعم، نحن بفتكر عم نحطهم على الهواء هيك اذا واحد يتعرف اكثر عليكم، مع انه معروفين بس كمان بدنا نزيد الناس اللي بدها تتعاون معكم، وهيدا بدعمكم خطنا لكم إلهم مفتوح. اكيد حلو. هيدا الهوت لاين كتير كتير مهم، لأنه اليوم مثل ما بتعرفي في ناس توصل على المستشفى ما بتقدر تفوت، عندها عملية مستعجلة بدها تجيب، يعني كتير بيكونوا بحالة كتير صعبة، فنحن هيدا الخط الساخن بيتصلوا فينا. نعم. نحن خلال أقل من 24 ساعة بنكون رحنا ودرسنا شو العملية وشو الوضع المريض وشو هيدا، بنعطي الموافقة على السريع. نعم. يعني ما في منه مضطر المريض ينطر لأنه بتكون عمليته مستعجلة. نعم. وطارئة. فمنه مضطر ينطر لحتى ندرس ناخد وقتنا، نعمله هذا الشيء بأقل من 24 ساعة، وهذا الخط 24 ساعة يعني أني بيقدروا يتلفنوا دايما موجود لهيدا. سو منروح نحن على حالك بندرس الحالة وبنعطيهم الموافقة حتى ما يضطروا ينطروا. كتير منيح. يعني غير الهوت لاين بدي أنت إلى تمكين المرأة. ايه. هذا يعني يكون تدريبي برنامج تدريبي. هو ببلش برنامج تدريبي. هذا البارتنر كثير عزيز علي. تعرف كلمين عم نشوف انه المراه كثير عندها دور مهم بالمجتمع، واليوم في كثير ستات عم بتضطر تعيل عيالها، ان كانوا ارامل او اي كثير ستات عاديات عم بيضطروا يعيلوا اولادهم وزوجها المريض وابنها اللي عم بيتعلم. فهدول الستات حبينا يعملوها بطريقه، يعني كل انسان عنده كرامته وبحب يقوم بنعمل لهم تدريب. نعم. ان بالمشغل اعمال اليدويه، ان بالمطبخ عندنا مطبخ، ان بنعلمهم كذا مهنه. وهون عنا نحن مطبخنا الخاص اللي فيه ستات بيشتغلوا، وصرنا نعمل كيترينج وغير، عدا عن تحضير الافطارات برمضان وعدا عن هيدا وكلها بعود ريعة لتمويل الجمعية، تمويل تمكين المرأة، لتمويل هالبرنامج. نعم. وعنا مشغلنا، هيدا المشغل في كمان ستات بيقوموا من أكيد بندربهم وهيك صلنا سنين، يعني هلأ صاروا بروفيشنال مثل ما بيقولوا، بيقوموا بأعمال يدوية بخياطة وتخيط عبايات، أعمال شراشة. وين بتعرضون؟ نحن بنعمل معارض، وهلأ قبل رمضان دايما نحن قبل رمضان بنحب نفتتح الشهر الفضيل بمعرض، بهالمعرض نعرض هالمنتوجات اللي انعملت، وهالسنة عملنا فاشن شو كمان لعبايات انعملت وكتير أخذ سكسي.
فبنعرض هالاعمال عدا عن انه بنشارك بمعارض بالخارج. بالخارج رحنا على ابو ظبي، رحنا على السعوديه، رحنا على لندن، فكمان بنعرض هاي المنتوجات وفعلا بنكون كثير فخورين انه هيدا كله اعمال ستات بجهدها، وفعلا بيكونوا عم يشتغلوا كثير بجهد كتير ومن قلبهم. من 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 ناحيه ثانيه عم ينجوا من وعم نحافظ على تراث معين، يعني في بعض الصناعات او يعني هيدا عم بتروح عم بتموت. حلو انضمنا نحن نحييها كمان جيل ورا جيل، هيدي كمان كثير مهمة، مسؤولية مهمة. هلا بالنسبة للتمويل بنعرف لأنه إذا بتعملوا كل هالنشاطات هي بدها تمويل مهم من الانتاج اللي بيطلع من المطبخ، من الفاشن شو، من شو. هلا أكيد هدول بيعطونا مردود طبعا، بس هيدا ما بيمثل يمكن 10% من اللي بيلزم لنا خلال السنة. نعم. لأنه مثل ما شفت عندنا مشاريع كتير ولأنه كبيرة ولأنه عم بتزيد كمان الحاجات، هيدا اللي فهمته من حضرتك. للأسف كتير عم بتزيد الحاجة، يعني نحن كل سنة بنكون متأملين يلا إن شاء الله بركي سنة الجاي أحسن، للأسف سنة عن سنة عم نرجع لورا. هيدا كتير شيء مؤسف صراحة. فنحن بنعتمد على أشخاص، على شركات، على بنوك بيتبرعوا لنا، ونحن كتير مشكورين لأنه بلاهن ما بنقدر نكفي، ما بنقدر نكفي فعلا. نشكرهم كتير لأنه بالنهاية إيد واحدة ما فيها تزقف. فنحن لو ما مساعدتهم ودعمهم لنا عن جد خلال كل السنين ما بنقدر نوقف على جرينا. وهالسنة كانت حملتنا برمضان بعد الدنيا بخير. قد ما كنا خايفين هالسنة، بتعرفي لأن الأوضاع كتير اقتصادية راجعة لورا، قد ما عن جد اكتشفنا أنه الدنيا بعدها بخير، لأنه كان في بالعكس يمكن الناس كان في اندفاع للعطاء كتير مميز هالسنة، لأنه يمكن العالم كمان حاسة قديش الحاجة زايدة. ففعلا الدنيا بعدها بخير. ومعك انت بنقول دايما يعني عبر الحل عنا ام تي في الدنيا بخير، لانه لما بكون في ناس بعد عندها هالحس الانساني، ونحن الحمد لله بلبنان بعدها متميزين فيه وان شاء الله نبقى هيك، بقول انه مجتمعنا بخير. صحيح، يعني ما نتشائم لانه دايما في ايد عم تمتد اكيد لنا وتمسكنا فيها، هيدي شغله كثير مهمه. أكيد. هلا انا رح احط على الشاشه اكيد كيف ممكن التواصل معكم اللي بحب يتبرع او اللي عنده اي قلق من شيء، ما مرض ولا مدرسه ولا اي شيء، كمان بيقدر يتواصل معكم. نعم. رح نرجع نحط الهوت لاين واكيد رقم التليفون حتى هي كمان يكون في تواصل مستمر معكم. اوكي، وانا بحب كمان هون احكي عن مشروع. نعم. طموح. نعم. هذا المشروع بدعم من شركه بيبسيكو، وهيدا بيقوم بدعم التلاميذ المتفوقين اللي ما قادرين يكفوا دراستهم لأسباب مادية ما قادرين هيدا، فهيدا المشروع بيجي بيدعمهم لحتى يقدروا يكفوا دراستهم، لأنه اليوم ما لازم نحن ما لازم شيء يوقف بوجه أي شاب أو شابة لتأمن مستقبلها ولتكفي علمها. فهيدا المشروع كتير مهم وفعلا كتير نحن متمسكين فيه لأنه بيعطيهم أمل لهالشباب يكفوا ويثبتوا حالهم يعني بحياتهم. كثير مهم. انا بدي اشكر حضورك معنا اليوم، من خلالك بدي احيي رئيسه الجمعيه دكتوره لينا الدادا، وكل المتطوعات وكل العاملين يلي عم يعطوا من وقتهم من صحتهم، يمكن مش دائما بالمصاري 100% حتى نقول انه هيدي هي الرساله الحقيقيه، هيدي هي الدعم الحقيقي. وطبعا كل يلي يؤمن بهذه الجمعيات لانه من خلالها عم تقدروا توصلوا لاكبر عدد ممكن من الناس. صحيح. يلي هن اليوم قبل بكره بحاجه لمين يلتفت لهم، على امل يوما ما نعيش بهالبلد نعرف انه دولتنا ضامنت لنا الصحه ان شاء الله والتعليم إن شاء الله والشيخوخه. نحن بانتظار هاليوم. نحن بانتظار هاليوم ان شاء الله. بشكرك مدام ليلى ظاهر مرعبي. امل 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 امل. وبدي عايدك وعايد الجميع على امل انه ان شاء الله العيد المقبل يكون افضل بكثير بكثير على قد الامال والطموح ان شاء الله. وانا دائما بنهي حلقتي بصوره، هي صوره اليوم، لنشوف اليوم شو عندنا. هالمنطقة الحلوة كتير هي المكان يلي بدهم يبلشوا يعملوا فيه سد بسري، واليوم تفاجئوا الأهالي وأبناء المنطقة معتبرينه نهار عيد اليوم، إنه كل هالبوكلين هيدي عم بتقصها الشجر، شجر الليمون يلي تابع للدير، ويلي الدير وافق على استملاك الأرض لإنشاء هذا السد.
عم بتهزي براسك لأنه شيء مؤسف عن جد شيء مؤسف يعني للأسف للأسف. في عنا طرق بديلة كانت أهم من أنها منطقة بكاملة. دراسات لليوم بتقول أنه في خطر طبعا والأهداف ما رح تعطي قد ما يعني عمينا. أكيد أكيد أكيد. أهلا وسهلا فيك يا أمل داهر مرابي، بعطيكم موعد بكرة عبر الحل عنا MTV. إلى اللقاء.